تعالوا دلوقتي سريعا نشوف جزء من المؤتمر الصحفي للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني ونرجع مرة تانية. As everybody know, we have this competition, Arab Cup. كلكم عارفين عندنا بطولة العرب. And for us, this competition it is an opportunity. انتوا عارفين البطولة دي تحضيرية بالنسبة لنا يعني. It is an opportunity to work with more 23 or 24 players. Unfortunately, one of the players was not possible to be with us, Ashur, because he got contaminated. And we wish him a very fast and quick recovery for him. لكم يعني اقول تاني ان هي تحضيريه لينا مع لعيبه جداد، مع لعيبه وداد مع بعض ولعيبه جداد خالص اول مره دي المنتخب. وطبعا فقدنا امام عاشور وبنتمنى له ان شاء الله ان هو يبقى كويس قريب ان شاء الله. So as I said, this is an opportunity to keep going with our World Cup preparation final. هي برضه بطوله تحضيريه او ماتشات تحضيريه بالنسبه لنا او بالنسبه له وبالنسبه للمنتخب واللعيبه للحلم اللي احنا عايزين نوصل له، كاس العالم ان شاء الله. I would like to emphasize again the for me the most important message for Egyptian football. عايز اقول حاجه مهمه جدا ورساله مهمه جدا للناس كلها او الكره يعني في مصر. That everything I'm doing, everything that is related with our decisions. كل حاجه مرتبطه بالقرارات بتاعته. It is to prepare a team. ده عشان التيم وبيعمل تيم. For our World Cup final in March. عشان برضو الحلم لينا والحلم اللي هو جاي لي كاس العالم ان شاء الله. Of course, Arab Cup it is a prestige competition in the Arabic world. هو طبعا عارف ان بطولة العرب دي حاجه شكل ووضع لينا كبير جدا، لان احنا مصر طبعا في الدول العربيه اسم كبير جدا في الكوره. And we're gonna do everything that is possible in our hands to go there and as always put the shirt of Egypt in a better position, in a higher position. بقول ان شاء الله يعني بالنسبه لنا هنعمل كل حاجه عشان نخلي اسم مصر وال في اعلى مكان. ده كلامه يعني. But no misunderstandings. No misunderstandings in my decisions. This is an opportunity for us to have the possibility to work with Egyptian players to improve, to be better and prepare the World Cup final. هو مش عايز بس الكلام يتفهم غلط عشان يبقى الكلام واضح وصريح جدا، مش زي ما اتفهم قبل كده. هو بيقول ان دي ماتشات بالنسبه له عايزين نساعد التيم بتاعنا، وهو كان بيقول قبل كده ان احنا بنعمل تيم كويس نوصل بيه كاس عالم ان شاء الله. هي برضو ماتشات بالنسبه لنا مهمه وكل حاجه، ولكن برضو ماتشات تحضيريه نعمل تيم كويس لكاس العالم ان شاء الله. That's why we put together some mature players, some players with more experience in the national team. عايزين يكون عندنا لعيبه كواليتي كويسه وعندها خبره في المنتخبات. But also we put together a group of players, young talent Egyptian players. وجبنا لعيبه مواهب صغيره ولعيبه سنها صغير كمان. To give them experience. نديهم ثقه ونديهم خبره. And make them be part of this 35-40 list of players that I have in my mind for the March game. عشان دول هم يبقوا معانا في القايمة اللي احنا ان شاء الله هنختار منها الماتشات المؤهلة لكأس العالم في مارس ان شاء الله. To remind you that فكركو. The foreign based players they cannot be here. ده اللعيبة المحترفة مش هيبقى معانا طبعا. And also was not possible to call players from more two teams in Egypt, Pyramids and مصري. طبعا وانتوا عارفين برضو هيبقى عندنا برضو صعوبه ان احنا نستدعي اللعيبه اللي في بيراميدز والمصري. Due to
CAF competitions. لأن عندهم ماتشات في أفريقيا. So this selection. المجموعة دي. Was based on these three points. دول مجموعة في الأساس لثلاث نقط. The World Cup in our mind. أول حاجة كأس العالم. Mature players and some young players. لعيبة صغيرة. Three points that we recruit without players from Europe. اللعيبة دي. Also Masri and Pyramids. يعني هي نفس النقط اللي قال عليها ان احنا هنروح نلعب وهنحاول من غير اللعيبه المحترفين واللعيبه بتاعه المصري واللعيبه بتاعه بيراميدز. Myself and the staff we've been working hard to watch games and games watch videos and videos. هو والجهاز احنا كلنا يعني اتفرجنا على الماتشات كلها وكنا بنحاول نتفرج على الماتشات كلها واتفرجنا على فيديوهات كتير. And I trust and I believe that we have a wonderful group of players. هو واثق وعنده ثقة كبيرة جدا ان احنا معانا لعيبة كويسة جدا. And I'm sure they're gonna do the best to bring prestige and honor for football in Egypt. وعارف ان هم هيعملوا احسن حاجة هناك في بطولة العرب عشان يخلوا اسم مصر عالي ان شاء الله. Thank you very much. شكرا لكل الناس. هنبتدي الأسئلة. استسمحكم بس يعني كل السؤال مباشر عشان نقدر ناخد أكبر عدد من الأسئلة ممكن مع تقديم الاسم ووسيلة الإعلام اللي بيمثلها. احمد عادل اتفضل. احمد عادل موقع بطولات وراح مستر كروش. بتمنى لي التوفيق في البطوله العربيه. سؤالي هو مين بديل امام عاشور؟ سي هو ذا بريمير عاشور. سوري عاشور سي هو ذا وي كول ايجازي تو ريبليس عاشور ان شاء الله. وي ميك سام ادابتيشنز انسايد ذا جروب. هنجيب حجازي بس هيحصل تغيير في المراكز في الجروب اللي معانا. احمد حجازي. لا هو مش مكان بمكان. لا هو احمد حجازي كان عنده مشكله مع الاتحاد جده ان هم مش شغالين. انا هي سيدي هاف ا بروبلم وذ ذا كلاب حجازي. اي وانا افتن. بدل قلنا هنجيبه يبقى مفيش مشكله صح ولا لا؟ موضوع سهل. محمد فضل. محمد طه اون تايم سبورت. طبعا كل الدعم دايما support you. Now we're going to use the Arab Cup with the one thing in our mind, the best medicine in football, it is to win. This is how we learn to be better. Try to win all the time. هو رد على الكلام يا جماعه. هو السؤال طبعا سمعتوه. المجمل يعني في الكلام اللي قاله ان احنا رايحين عشان نكسب واحنا مش رايحين عشان نحض. يعني هو تحضيري مش قصده تحضيري. لا احنا زي ما قلت قبل كده طه وهو اللي قال ما تفهموش الكلام غلط. هو مش راح يحضر. التحضير اساسه ان انت لازم تكسب. ما انت مش هتحضر لعيبه عشان تخسر صح ولا لا؟ احنا رايحين في الاساس هنكسب. بنعد لعيبه عشان نكسب بعد كده. لكن ما ينفعش تحضر لعيبه عشان تخسر. لكن هو الكلام يتفهم صح. احنا بنقول لا ماتشات تحضيريه لان جايبين لعيبه مجموعه مع بعض ممكن تكون لسه جديده ولكن ولعيبه صغيره وبنجرب ناس وبنشوف ناس عشان نوصل لكاس العالم او ماتشين كاس العالم بفرقه محترمه. عندنا 40 لعيب محترمين ولكن احنا رايحين عشان نكسب. شكرا. ده كان جزء من كلام كارلوس كيروش النهارده في المؤتمر الصحفي. واكيد يعني الكلام ده بيدعو للكثير من التفاؤل. اكيد كلنا من هنا بنتمنى له كل التوفيق. كل التوفيق للمدير الفني ولمنتخبنا الوطني الاول الفتره اللي جايه دي بقى سواء في البطوله العربيه في دوري ابطال افريقيا او كمان في الحلم الكبير هو الوصول للمونديال. نطلع دلوقتي لفاصل سريع وهنرجع ونكمل مع حضراتكم بقيه فقراتنا هنا. خليكم معنا.